أخبار اليوم. أعزائي المشاهدين أهلا بكم وكل سنة وأنتم طيبين. النهاردة والمدة 30 يوم هنكون معاكم فقرة الصحة والرياضة اللي بيقدمها لنا كابتن مينا سمير علشان نقوي عضلاتنا ونحافظ على صحتنا. تعالوا قدام. أيوة كده رجع ورا سنة. التمرين ده طبعا مهم جدا للضغط. أثر على الجزء ده. يعني ده التمرين اللي شبيه بالعقلة، أو لما أنا بعوز العقلة بحمل بيه. طبعا حسب الوزن، الوزن بيزيد معايا كل شوية، وما بكترش في العدد. قصة إن العدد الكتير ده بيحرق دهون والكلام ده، لأ، اللي بيحرق الدهون نظام الأكل والكارديو. عشان في ناس تقول لك العب يعني مجموعة في 1000 عدة و50 عدة عشان تحرق دهون، الكلام ده مش موجود في الدنيا خالص. هو القصة كلها نظام الأكل والكارديو. كارديو زي المشاية، العجلة، أورب تراك، نط حبل. لو مشيت في مكاني ده كارديو، أي مجهود. لكن التمرين هو 12 عدة زي ما هي خلصت كده الكوتش، تمام كده؟ بتريح 30 ثانية بين كل مجموعة ومجموعة. دي أهم حاجة. إن هي بتدي لنفسها ريست، ما ينفعش تخش، وهي بتدي لنفسها ريست تحاول تزود الوزن، بتزود مثلا واحدة كمان حسب قدرتها. بس تحاول تزود الوزن حتى لو هتقلل العدد. يعني هي لعبت 12 عدة، تزود وزن وتجيب 10 عدات. تمام أهو. تسحب على صدرها أهو. 10 كوتش. تسع صدرها. ثلاثة مثلا. 10 كوتش. كل ده بيجيب الظهر، جزء الظهر كله. وهي بتروح برضه ما بتحاولش تتحرك، تروح معاه عشان خاطر تركز في العضلة. ما يبقاش الموضوع ما فيش تركيز أو إن أنا بشغل 100 عضلة في وقت واحد، لا، أنا بحاول أحمل العضلة دي بس، الظهر، الجزء ده. لأن أنا ممكن لما أروح أوفر دي بطريقة تانية، أنا حملت شغلت عضلات مساعدة أنا مش عايز أشغلها، أو حملت عليها بالزيادة. هي لعبت المجموعة التانية خلصت كده مثلا. لعبت المجموعة التالتة زودت وزن، بتقلل عدد خالص. 6 عدات 8 عدات اللي بتقدر عليه، هي كده شغلت العضلات. في بنات تقول أنا لو نزلت الجيم هيطلع لي عضلات. الكلام ده مش موجود، لان هي هرمون الذكوره اصلا او هرمون المسؤول عن العضلات عندها قليل جدا. كل اللي هيعمله ان هو لو عالي هيحرق دهون. طب انا في بنات تسال، طب انا العب ايروبكس بس وزومبا وكلاسات والكلام ده بس، ولا العب جيم؟ الاساس الجيم والكارديو، بعد كده الكلام ده كله. لان لو الكارديو بيحرق 50% الحديد بيكمل 100%. وتشغيل الهرمون ده هو اللي بيعلي حرق في الجسم، لان البنات بطبعات جسمها حرقها اقل من الولاد، لان هرمون الانوثه اصلا بيقلل حرق في الجسم، او هرمون الذكوره هو المسؤول عن حرق في الجسم وهم عندهم قليل. فانا بعتمد ان هو بيزيد في التمرين، هرمون المسؤول عن العضلات، بس هو ما بيطلعش عضلات. لان احنا لو لاحظنا اصلا الولاد نفسها لما بتتمرن بتاخد حاجات شكلها على عضلات، فمنين البنت هتطلع لها عضلات؟ الموضوع يعني مش انا لو لعبت فجاه هتقلب. الناس اللي بيشوفوها في النت دول ناس واخده هرمونات ذكوره، اللي بيشوفوهم الاجانب والكلام ده ما لهمش علاقه بالجيم العادي. يعني البنت لو فضلت 200 سنه في الجيم تلعب كل يوم 100 تمرينه مش هتطلع لها عضلات، ما تقلقش من القصه دي. ترسم جسمها ازاي وتعمل شيب ازاي؟ الاساس من الالف للياء نظام الاكل هو اللي بيحدد لي الشكل النهائي للجسم. كل ده 10% تمرين، كارديو، الكلام ده كله، الاساس الاكل. انا بشوف كل واحد نظام الاكل يمشي معاه ايه وبديهوله. كل واحد طبيعه جسم، بيتخن من حته بيخس من حته، بشوف جسمه بيتخن من ايه وبيخس من ايه. في ناس رفيعه بعتمد على الكربوهيدرات اكتر. فيا رب تكونوا استفدتوا، وهنكمل في حلقات تانية ان شاء الله. وبكده النهارده تكون انتهت حلقتنا، لكن ما انتهتش لقاءاتنا. تابعونا في لقاء جديد مع فقره الصحه والرشاقه في رمضان. كونوا معانا.